अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं घर में आप सब खैरियत से होंगे। क्लास वन के साथ आज जो मेरा लेसन है क्लास, इसमें अस्माउल हुस्ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद सूरतुल बकरा है, उसमें सुपारा नंबर वन के रुकू नंबर वन होगा और इसी के साथ सूरतुल नास होगी और साथ में कलिमास भी रिवाइज करवाऊंगा, कलमा वन और कलमा टू होगा। ठीक है, सबसे पहले अस्माउल हुस्ना هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الكهار الوهاب سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كلمة پہلا كلمة طيب طيب بن پاک لا إله إلا الله محمد رسول الله دوسرا كلمة شهادت شهادت میں نے گواہی دینا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم